عندنا الميكانيكال سيستم هذا، الكل فاهم الدامبر، الفورس اللي بتعطيني اياه الدامبر ايش بيعتمد؟ على الفيلوسيتي. الفورس اللي بعطيني اياه سبرينج، تمام. اذا ضغطت السبرينج ايش راح تكون الفورس اللي هو بضغطها على ايدي؟ بهذا الاتجاه، مزبوط. نفس الشيء الدامبر، اذا انا مشيت بالسرعه بهذا الاتجاه وين راح تكون الفورس اللي بعطيها؟ معاكسه. اذا هذول الاثنين انا مفترض اني راح اضغطهم، على فرض اني اخذت هاي ديسبيسمنت ماينس هاي ديسبيسمنت، لو هاي بوزيتيف وهاي بوزيتيف ايش عماله بصير بهاي؟ وهيك احنا الكونفنشن بدنا نشتغل، بدنا نقول اذا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، لو طرحت بوزيتيف ناقص بوزيتيف وهذا اكبر من هذا راح تنضغط هاي، مزبوط. راح تنضغط، اذا راح تعمل هي فورس هيك وفورس هون هيك وهون فورس هيك، فراح تكون اف اوف تي بهذا الاتجاه. فراح يصير عندي هلا الفورس اللي راح تطلع من هون اف اوف تي بيساوي عندي x input of t minus x output of t، هدول التنين مضروبين في k1، زائد رح يجيني هلا من الدامبر. طبعا الفورسز هدول رح يجتمعوا التنين، مش هيك؟ الفورس اللي بتضغط فيها الدامبر والفورس اللي بتضغط فيها سبرينج رح يجتمعوا، مش هيك؟ لانهم in parallel جايين عم بضغطوا على نفس الها. فرح يصير عندي xi dot of t زائد x out dot of t، والدوت طبعا لو انا عملت الدوت لبرا او دخلت الدوت لجوا نفس الشيء. ديفرنشيشن عندي هاي راح اضربها في V1، هاي راح تعطيني الفورس كلها زائد مع V1 هاي ماينس V1، مش هيك قصدك؟ هاي ماينس وهاي ماينس، فبطرح الاثنين من بعض، فطرحت السبيد، طرحت الديسبيسمنت، ديسبيسمنت ضربتها في K1 وسبيد، وهذول راح يطلعوا هاي لازم يطلع ايش وحدتها؟ نيوتن، وهي لازم تطلع وحدتها نيوتن، مش هيك؟ وهذه وحدتها طبعا نيوتن، فدايمنشن اللي لازم تكون هذه كوريكت. بعدين عندي اف اوف تي بتساوي راح يكون عندي هلا هون بي 2، فراح يصير عندي اكس، هلا هون فيش عندي شيء اطرح منه، هذا زيرو، هذا زي الالكتريكال جراوند، ميكانيكال جراوند ريفرنس ما بيتحرك، فراح يكون عندي اكس اوت اوف تي دوت مضروب في بي 2. هلا اذا باخذ المعادله الاولى وبساويها بالمعادله الثانيه بتخلص من اف اوف تي، اف اوف تي ما بيهمني بس استعملتها كمرحله انتقاليه. اذا صار عندي هاي زائد هاي بدها تساوي هاي الموجوده هون، فبصير عندي الان اكس انبوت اوف تي ماينس اكس انبوت اوف تي في كي 1 زائد اكس انبوت اوف تي دوت ماينس اكس انبوت اوف تي دوت في بي 1 تساوي x dot out of t b2، هاي المعادلة الثالثة. هلا احنا شو الانبوت قلنا؟ x input هو الانبوت و x output هو الاوتبوت، فبدنا نزيح كل x input على جهة و x output على جهة، وبعدين رح ناخذ اللابلاس ترانسفورم. إذا خلينا ناخذ إذا x input على جهة، رح نحط خلي هدول اللي بوزيتيف نخليهم هون، فعندي هون x input dot of t في b1 x input dot t في b1 زائد x input t في k1 شايف هذول البوزيتيف عندي، وهذول الاوت راح انقلهم على الجهه الثانيه، وهذه نيجاتيف راح على الجهه الثانيه راح تصير بوزيتيف، هاي نيجاتيف على الجهه الثانيه راح تصير بوزيتيف، وعندي هون x out dot، فبصير عندي هذا بيساوي هلا عندي هون x out dot، وعندي راح يجي x out dot، هاي راح تصير بوزيتيف b2 plus b1، وهاي راح تكون x out of t dot plus k1، وايش عندي ضل؟ ضل بس x out of t k1، راح ناخذ هون x out of t k1، اوكي ماشي. فهيك عندي هون لاحظوا هاي x out هون على جهه، اكس ان على جهه، راح افترض الان ايش لازم افترض حتى اقدر اكمل؟ الانيشال كونديشنز، ايش لازم افترض الانيشال كونديشنز؟ بدي افترض انه اكس انبوت اوف زيرو بتساوي اكس اوتبوت اوف زيرو بتساوي اكس انبوت دوت اوف زيرو بتساوي اكس اوتبوت دوت اوف زيرو، هل بحتاج انا هيك؟ بحتاج انا بس الاول انيشال كونديشن بس هذا، لا فيش عندي مشتقه ثانيه، بس بدي افترض انه x input of 0 بتساوي x output of 0 بتساوي 0، بس هذا اللي بحتاجه هون، لانه كم مشتقه عندي هون؟ مشتقه واحده، فما بحاجه احكي شيء عن السرعه، بس بحكي عن الديسبيسمنت. ماشي، متذكرين؟ f
dot of t لما بعمله لابلاس ترانسفورم بتحول ل s f of s minus ما فيش عندي هون دبل دوت. ناخذ هلا لابلاس ترانسفورم بصير عندي هلا هون x input of s عندي هون s b1 زائد k1 بيساوي x out of s عندي هون b1 plus b2 في s plus k1. مظبوط. الترانسفير فانكشن هي مين؟ output على الانبوت. فبصير عندي ترانسفير فانكشن اذا كانت g of s تساوي x out of s على x input of s وتساوي x out على x in راح تساوي هاي القيمه مقسومه على هاي القيمه اللي هي s b plus k1 على b1 plus b2 s plus k1 وهاي هي الترانسفير فانكشن. كم بول الها؟ 1. كم زيرو؟ 1. قديش قيمه الزيرو؟ K1 0 K1 minus K1 على B1 هذا الزيرو وهذا رح يكون مقسوم على قيمة أكبر فرح يكون أصغر فرح يكون عندي البول هون والزيرو هون هذا رح يكون minus K1 على B1 إيش وحدته؟ radians per second هذا real ولا complex؟ real وهذا رح يكون عندي minus K1 على B1 زائد B2 هذا السيستم إله زيرو وإله بول. إيش الأوردر تبعه؟ فيرست أوردر.